المهندس الزراعي هو مهندس الأمن القومي في مصر، هو المهندس الذي يؤدي خدمات عظيمة لبلده والمهنته، وبالتالي مطلوب مننا أن احنا نتكاتف. بس برضو اللي أنا عايز أقوله، نقابة المهن الزراعية ليست نقابة معاشات ولا مصايف ولا رحلات، هي نقابة مهنية لها دور تنموي لازم نأديه، ومهم جدا ان احنا نعمل برضو المعاش ونعمل الخدمات الاجتماعية، انما اساسا هي دورها دور تنموي. انا بطالب مجلس ادارة النقابة في اجتماع عاجل معي لمعرفة وضع النقابة وحاول المساعدة في الامور الاجتماعية والصحية والشغل. فإن الاحتفال بالمهندس الزراعي يأتي تأكيداً على أهمية دوره في المرحلة الحالية في ظل حرص القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية على تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في القطاع الزراعي.